السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. دي أخبار الزمالك، أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. الزمالك راح اليوم من التدريبات ويستأنف تدريباته بعد 5 أيام. يلعب الزمالك مباراته القادمة أمام الاتحاد المنستيري التونسي في أولى مواجهات دور المجموعات بالبطولة العربية التي تقام في السعودية وتنطلق يوم 20 يوليو الجاري. وساري مهاجما في مباراة الأهلي، مدافع الأهلي محمد عبد الغني عمل حركة بالكرة والنتيجة 3-1 ما يقدرش يعملها والنتيجة غير مطمئنة، وأضاف ضعيف في طبيعة الكرة المصرية، أنا بحاول أغير في أسلوب اللاعب المصري وعايز أعمل ده هنا يبقوا نفس لعيبة أوروبا، وأوضح أتمنى إن طريقتي تبقى موجودة في الدوري المصري كله، لكن أسلوب الكرة المصرية الحالي صعب وأنا عايز أغير الأسلوب ده. وساريو جمهور الزمالك رائع زي بوكا جونيور، والجماهير دي دورهم مساندة الفريق، ولو في أي مشكلة تتوجه ليا وهو المسؤول الأول، وأضاف أهم حاجة هو الجمهور، الكل بيمشي والأهم هو الجمهور، وأشكرهم على مساندتهم حتى نستمر في المنافسة. وساريو في 6 ماتشات من ال13 كنا متقدمين 2-0 وكسبنا ال6 ماتشات، وفي ماتشات كنا متقدمين 1-0 كسبنا ماتش وتعادلنا ماتش. الزمالك مع أساريو بنلعب إننا نلعب كورة ونمشي كورة سواء الناس عاجبها أو لا، هي دي طريقتي. ووصل محتاجين 3 لعيبة على الأقل في الصيف، مساك بيلعب برجله الشمال ومفيش كتير بيلعب برجله الشمال في الدوري المصري، وتابع مهاجم رقم 9 زي إبراهيموفيتش يبقى طويل وبيقف على الكورة، الجزيري وناصر لعيبة جيدة لكن مش النوعية اللي هو عايزها، لازم التعاقد مع لاعب بوكس تو بوكس. انا مش طالب 8 لعيبة، عارف الظروف اللي فيها النادي وطالب 3 لعيبة فقط، وان شاء الله هتتحسن الفترة الجاية. وساريو احمد بالحاج هو بينافس شيكابالا وزيزو لو رقم 10، بالنسبة لرقم 8 بينافس زيزو وعمر واحيانا السيسي واوباما لو هيرجع وحمدي علاء. اظن كده الاجابة وصلت بشأن بالحاج، واردف اللي الفرقة محتاجاه مش اللي انا عايزه. انا قعدت مع امير وبلغته ب4 مراكز، ماليش علاقة بالفلوس وما اقدرش اتدخل، ومحتاج مسؤول تغذية لازم يكون مصري عشان دي نقطة مهمة للفترة الجاية، وما ينفعش يبقى اجنبي. واتم بشأن سامسون، اظن الاجابة واضحة ايضا مثل بالحاج. عجبني جدا لاعب الاتحاد احمد عادل ميسي، بس لو جه الزمالك هينافس شلبي ونيمار وصعب ان يجي، انا بقول مثال. وساريو بالنسبة للجماهير بعد إذنكم سندوا الموهبة المصرية، سندوا الجهاز الفني كلهم ممتازين ويستحقوا الفرص، ووصل ولما يكون في مشكلة ياريت تكون تخصني أنا ويكلمني أنا، لكن محدش يبعت رسائل للجهاز الفني، دول مصريين زيكم، سندوهم اللي عايز يقول حاجة يقول لي أنا. وشدد في العادات والتقاليد بتاعة المصريين، الزمالك والأهلي مباراة كبيرة، ولكن الكرة المصرية آخر 30 سنة مفيش مقارنة بين الكرة في مصر وبين أي دربيات كبيرة على مستوى العالم. أيمن يونس جوارديولا لو جاء لتدريب الزمالك ورأى الفرص التي أضعها الجزيري سيستقيل، سيجد اللاعب لا يفهم واجبات مركزه، ووصل أداء محمد صبحي ما زال متأثرا من لقاء القمة، وأداءه يحكم بأنه لا بد أن يجلس على الدكة، لكن هل الوقت يسمح في ظل استعداد الفريق لخوض البطولة العربية؟ وشدد العرض الجماعي لنادي الزمالك مخيب للأمال ومحبط فنيا، لاعبي الزمالك استعرضوا بعض الأفكار الفردية، وأساريو ما زال يبحث عن طريقة في خياله هو فقط، لكن شخصية وقوة وجماعية الفريق أين؟ ميدو لمحامي الأهلي، اسأل على ميدو كويس، اسأل المحامي بتاعي هو صديق شخصي ليك، ميدو محدش بيعرف يحركه، وميدو طول عمره مشكلته الرئيسية ان محدش بيعرف يحركه، وواصل انا مش زعلان منك لانك ما تعرفنيش، لو عرفتني كويس عمرك ما كنت هتقول علي الكلام ده، انا مش صغير. واضاف بوجه لك رسالة، انا مش في خناقة مع حد ولا اشخاص، ادافع عن الزمالك وليس اشخاص، ومصلحة النادي الاهم بالنسبة لي، واتم في حقائق هنقولها في وقتها، ومش زعلان منك عشان انت ما تعرفنيش. ميدو ما عنديش مشاكل مع الاعلامي عمرو اديب وعلاقتك بيه جيدة جدا، لكن ما ينفعش يطلع يقول ان لعيبة الزمالك كلها نفسها تروح الاهلي، ايه الدليل اللي معاك على الكلام ده؟ وواصل كلامك يا استاذ عمرو يضر النادي جدا، احسن لاعب في مصر هو احمد سيد زيزو لسه مجدد في الزمالك وكان عنده عروض من الاندية المنافسة في مصر، واتم لعيبة الزمالك معظمها لسه مجدد ومفيش غير 3 أو 4 بس عقودهم بتنتهي والناس شغالة على التجديد. فاروق جعفر، الشوط الاول الزمالك كان افضل لكن المشكلة لم يستطع الحفاظ على الأهداف، والتغييرات أثرت على الأداء، وأتم بالتأكيد المدرب سيستفيد من مشاركة اللاعبين الشباب. أنا أرى أن الزمالك يحتاج لكثافة مباريات أكثر من التدريب في الفترة القادمة لحدوث الانسجام. أيمن يونس، بعد المستوى ده محدش يقدر يقول حاجة على أساريو لو قعد صبحي، وواصل صبحي لسه متأثر تماما بمباراة الأهلي وبعيد تماما عن مستواه، ولكن قرار مشاركته كان مظبوط لأن المدرب حماه بعد ماتش الأهلي، وفي نفس الوقت لو عواد كان دخل فيه الهدفين دول كنا خسرنا الاتنين، وأتم صبحي لازم يريح كفاية كده، ولكن احنا داخلين على البطولة العربية، هل هيبقى فيه
فيها وقت للتغيير. أصدر أوساريو قرارا بمنح لاعبي الفريق راحة لمدة 5 أيام، وذلك على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في افتتاح البطولة العربية. ميدو عبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف تلقوا رسائل تهديد لرحيلهم عن الزمالك، ووصل على مسؤوليتي الشخصية الجهاز المعاون لأوساريو يتلقى رسائل تهديد إذا عملوا في النادي في وجود مرتضى منصور، وأتم الناس دي مدفوعة الأجر وملهاش علاقة بجماهير الزمالك وبيحاولوا تدمير النادي. ميدو الاهلي كان هيموت على محمد صبحي حارس المرمى، والناس قالت خلاص ان صبحي في الاهلي، وجمهور الزمالك هجمه في مباراه فاركو. صبحي اختار يلعب فين؟ اختار يلعب في الزمالك، واضاف الزمالك عظيم ونادي تاريخ كبير جدا، لكن الزمالك اي حد يتمنى يلعب فيه. وواصل نفس الكلام بالنسبه لمصطفى شلبي، الاهلي والزمالك كان في مفاوضات مع اللاعب، لكن مصطفى شلبي اختار يلعب في الزمالك، واتم حدث ولا حرج من اول ديودار ومعروف يوسف وخالد قمر، كل الناس دي اختارت اللعب للزمالك. ميدو الحديث عن السحر وما شبه يضر النادي أكثر ما يفيده، وأكد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يدعمون الانتماء للزمالك من خارج النادي وحاربون النادي في شخص مرتضى منصور، واختتم خلافك مع مرتضى منصور ادخل معاه الخناق عادي لكن ما تدخلش نادي الزمالك، في جملة مفيدة. أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر، أسوأ مواسم الزمالك من وقت موسم 2017-18، كل حاجة غلط من البداية، من وقت كاس لوسيل والصفقات وخصوصا المحترفين اللي كلهم بيجوا عن طريق وكيل واحد، وإنك تمشي مدرب في نص الموسم ويقعد 3 ماتشات ويرجع تاني وبعدين تمشيه، واللعيبة المهمة تمشيها إداريا وفنيا. أسوأ مواسم الزمالك من زمان. المهم بقى المشرف على الكرة مختفي فين؟ ما بيظهرش غير وإحنا ماشيين كويس، وصورته تتصدر في الصفحة الرسمية بعد كل تمرين، بس الإدارة مش بالعافية ولا بفتحة الصدر، ارحموا الزمالك وسيبوه في حاله لجمهوره. تامر عبد الحميد عبر تويتر، أخيرا الموسم الكارثي ده خلص، يا رب الموسم القادم يكون خير. شادي عيسى عبر تويتر، مستوى الزمالك في البطولة العربية لن يختلف عن مستواه في الدوري. الإعلامي الإماراتي عبد الله الكعبي أكد أن ما تردد على لسانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدخول رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبطور للاستثمار في الزمالك أو شراء النادي ليس صحيح، ولكن كان كل ما تحدث عنه كان مجرد فكرة واقتراح عن وضع الزمالك في حالة دخول الاستثمار الخليجي فيه، حيث أكد فقط أن الزمالك في حاجة إلى تلك النوعية من الاستثمار والتعامل في الإدارة بطريقة محترفة، ووقتها سيكون للزمالك وضعية مختلفة وسوف يسيطر على مصر والعرب وإفريقيا في كرة القدم. وأكد فقط أن الزمالك يحتاج إلى الاستثمار بداخله وخوض تلك التجربة، وسيكون الأمر مختلف لأن الزمالك مشكلته طوال تاريخه هي الإدارة والاضطرابات الإدارية، وفي حالة خوض تلك التجربة سيكون الأمر مختلف. أحمد الطيب عبر فيسبوك، ساخرا ومتعجبا، فتوح وليه مصاريف طيران وفنادق وتأشيرة للدنمارك؟ ما نخليها بأوبر من 100 عقبة للجزيرة على طول، مش كده ولا إيه؟ ميدو الناس محسساني إن الأهلي حصل على توقيع إمام عاشور من قلب نادي الزمالك، وأكمل الزمالك ما دخلش في مزاد على إمام عاشور، واللاعب ما انتقلش من الزمالك للأهلي، ووصل رسالتنا كانت واضحة لإمام عاشور، لو عايز ترجع الزمالك اطلع وقول واعلنها، لكن اللاعب كانت رسالته واضحة لينا وقال إلا هيدفع أكتر هروح له، عشان كده اختار النادي الأهلي. وأتم إمام عاشور لاعب مختلف وسوف يفيد الأهلي بالطبع فنيا، لكن الزمالك لم يدخل في مزاد لضم اللاعب. ميدو طارق حامد يملك عروض من الدوري المصري وعروض من الدوري السعودي، ونونو سانتو مدرب اتحاد جدة أكد أن طارق حامد خارج حساباته ليس بسبب كانتي ولكن بسبب ضم فابينيو، واختتم هذا يؤكد حديثي لكم عندما قلت أن كانتي ليس بديل طارق حامد في الاتحاد. حمدي علاء لاعب الزمالك المعار للبنك الأهلي عبر فيسبوك، حابب أشكر نادي البنك الأهلي على الفترة الجميلة اللي شاركت فيها معاكم، وبشكر مجلس الإدارة المحترم والجهاز الفني وزملائي في الفريق، بالتوفيق للجميع في القادم بإذن الله. محمد أبو العلا طبيب المنتخب والمعالج لإمام عاشور، إمام عاشور كان مصابا إصابة كبيرة بعدما تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أثناء خوض مباراة ودية مع فريق ميتلاند الدنماركي من أجل الاستعداد للفترة المقبلة، ووصل ميتلاند كان يرفض الحديث عن الإصابة، وكان هناك تعليمات لنا بعدم الإفصاح عنها، كان هناك تكتم وكنا نحترم ذلك. وأضاف هذه كانت تعد أول إصابة طويلة في تاريخ إمام عاشور، وكان هناك تواصل دائم مع نادي ميتلاند وهم يحبون إمام عاشور ويسعون لتعافيه بشكل كامل وأكمل من المفترض لتعافيه. يحتاج إمام عاشور 3 أشهر من أجل العودة للملاعب، ولا أستطيع تحديد موعد لعودة إمام عاشور بشكل محدد كتاريخ. ووصل إمام عاشور كان ملتزما إلى حد كبير بالبرنامج العلاجي وأغلب الراحات متفق عليها، وأشار نراقب تطور تعافي إمام عاشور يوما بعد يوم وسيعود قريبا للملاعب.
عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر بسؤاله عن الأهلي والزمالك: رأيت حبا كبيرا من جماهير الزمالك قبل أن أرتدي قميصه، وهذا ترك لي جانبا عاطفيا. وأضاف الموضوع احتراف، وهشوف ساعتها أنا هلعب فين أو أكون أساسي. الموضوع في الكرة مفهوش عاطفة لأن ده احتراف. وأضاف: دعنا نتفق، لا توجد عواطف في كرة القدم، هناك أهلوية يلعبون في الزمالك والعكس. وفقا للفرصة الأفضل، وتابع أموري تسير بشكل جيد في فيوتشر، وانضممت للمنتخب أيضا، ولو كنت مخيرا بين فيوتشر والزمالك أيضا سأختار وفقا لفرصي في اللعب. وأوضح: لم يتواصل معي أحد من الزمالك بشكل شخصي، ولكن كل التواصلات تتم عبر وكيلي ميدو حزين، وقد تواصل الزمالك معه. بس كده، هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهارده عن نادي الزمالك. أتمنى الفكرة خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب القناة، متشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم أي ملحوظة سيبوها لنا في التعليقات. سلام.